أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك في بلدي أمريكا الجنوبية العديد من الشباب سافروا، يقول هناك في بلدي يعني أمريكا الجنوبية العديد من الشباب سافروا للانضمام إلى صفوف داعش، يزعمون أن الخلافة قائمة، والآن يدعون بقية الشباب، فما نصيحتكم لهم؟ عليكم بالبيان، عليكم بالبيان لأهل بلدكم ولمن يقبل النصيحة منكم، تبينون لهم مذهب هذه الطائفة وتوضيح ذلك لهم، هذا الذي يجب عليكم، ولا تسكتوا وأنتم عندكم المقدرة على البيان والتوضيح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.